نعرف أنه 3 في 1 ممكن تنقال على الخلاط عند الدعاية عن هذا الخلاط الكهربائي اللي يستخدم بالتأكيد في المنازل، ممكن تنقال على المنظفات أيضا، بس صعبة 3 في 1 من تنقال على وزير موظفة في وزارة التعليم العالي من أسابيع تنتظر موافقة وزير التعليم العالي على طلب قدمته. إجازة، تريد إجازة حتى ترافق هاي الموظفة بنتها المصابة بمرض السرطان من أجل العلاج، على اعتبار أنه العلاج داخلي وخارج البلد. الوزير مدى يلحق يشوف البريد حسب رسائل وصلت إلى البرنامج. يقول لك البريد متلتل تل. أحد الأخوان دزلنا رسالة لصفحة البرنامج، يقول طبعا رسالة تهكمية استنكارية، يقول البريد صار بعلو برج جامعة بغداد. ليش؟ لأن السيد قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية وكالة، وأيضا رئيس جامعة بغداد وكالة من موقع عدنا. فش وقت يلحق يوقع الكتب ويدير كل هاي المؤسسات ويروح المجلس الوزراء مرة بالأسبوع؟ هاي الحالة في التعليم العالي أو مع وزير التعليم العالي سبقتها حالات مماثلة بوزارة العبادي، شخص واحد يدير أكثر من وزارة ومؤسسة وما حد يعرف ما هي المؤهلات العبقرية فوق القدرات البشرية التي تؤهل شخصا واحدا لإدارة أكثر من وزارة ومؤسسة بنفس الوقت دون اختيار شخص واحد مناسب لكل مكان مناسب. ونخلص، موظفين يشتكون رسائل عديدة كثيرة على صفحة البرنامج. هاي واحدة من الرسائل، هاي الموظفة أسابيع طالبة إجازة حتى ترافق بنتها المصابة بالسرطان، الشفاء العاجل إن شاء الله، ما جاي تحصل إجازة. طيب يا وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بغداد وكالة من موقع عدنا ووزير التربية وكالة، ما عندك وقت؟ اعطي مجال لمساعديك للوكلاء إجازة خلي وقعوهم، مو شرط أن تمر على مكتبك وبالتالي لازم الموظف ينتظر حتى يحضر توقيعك المصر. ما معقول نعطل مصالح العالم لأن إحنا ما عندنا كفاءات، خلاص كفاءاتنا معدودة، وبالتالي هذا الشخص الكفو العبقري نكمشه أكثر من مصر.